يعطيكم العافية، معكم حاتم من كيو كارت. فهلأ احنا ضفنا الميفن بروجكت وضفنا عليه كل التست كيسز تاعيتنا وضفنا الديبندنسيز وعدلنا البوم دوت اكس ام ال فايل والتست ان جي. فهلأ خلينا نتأكد ان كل اشي احنا سويناه تمام وصح ولا لا. فخلينا نعمل رن للتست. فخليني نعمله من ال تيرمينال او من الكوماند برومت. خليني اعمل كوبي لهذا الباث. احنا شفنا بالفيديو الماضي كيف بدنا نعمل رن من الكوماند برومت. فخلينا نروح، لازم نحط الباث، حتى نروح على الباث لاي فولدر معين لازم نحط سي دي، بعدين بنحط بيست للباث للمكان اللي احنا بدنا نروح عليه. فاول اشي حكيناه بدنا نسوي ام في ان كلين، فالمفروض انه عم بيعمل كليننج هلا. اعطانا سكسس ام في ان كومبايل. سكسس واخر اشي ام في ان تست. فهلا هيك المفروض انه يعمل رن لكل التست كيسز الموجودين. فخلينا نتاكد ان الامور تاعتنا صح، والابجريد اللي عملناه للبروجكت اللي هو من جافا بروجكت للميفن بروجكت صار بطريقه سلسه وما فيش اي مشاكل. فهلا هلا نتاكد من هذا الموضوع. فهيك اخذ التايتل. طبعا ببداية هاي الدورة احنا كنا نستخدم اللينك freecrm.com. فاكتشفت اليوم وانا عم بسجل الفيديو انه صار في موقع جديد عملوا ديزاين جديد للfreecrm.com، بس لسه في موقع اسمه classic.crmpro.com. ف زي ما انا شايف انه في التايتلز هاي كلياتها تغيرت، فالمفروض اتوقع انه يعطينا ايرور وفي تشات. فبدنا نشوف احنا كيف بدنا نصلح هاي المشاكل كلياتها. فخلينا بهذا الفيديو نشوف شو المشاكل، وبالفيديو الجاي نصلحها بحيث انه نكمل على هذا الموقع. بس ما راح تكون مشاكل كبيرة هي، لانه عمل لوج ان. فالاشياء التعديلات المفروض انها تكون بسيطة، اللي هي قيمة التايتل، قيمة هاي الشغلات. هي عمل لوج ان بسهولة، المفروض انه هلا يضيف كونتاكت. فخلينا نستنى لما يعمل رن ويخلص، بعدين نشوف شو الاشياء اللي احنا بنعدلها. فهلا هيك عم بعمل اكسكيوشن لكل التست كيسز اللي احنا سويناها من اول، من بداية هاي الدورة لهلا. فعشان هيك راح ياخد شوية وقت. هلا كبس على التاسك، كبس على الديلز، اغلبية الامور كانت تمام. هذا الهدف من الفيديو. فلو تيجوا تحضروا انتوا هذا الفيديو وتشوفوا انه الموقع هو freecrm.com، فلو تيجوا تفتحوا انتوا موقع freecrm.com هلا راح تشوفوه بتصميم ديزاين جديد. فحكيت لكم مره ثانيه لا تخافوا، لانه الموقع القديم بعده موجود، بس غيروا اليو ار ال فيه، صار classic.crmpro.com بدل freecrm.com. راح تشوفوا هاي الملاحظة كمان موجودة بأول فيديو بهاي الدورة ضفتها. فهلا هون عم بضيف كونتاكتس. فهلا المفروض إذا بتذكر صح إحنا ضفنا حوالي عبد بالإكسل شيت حوالي 4-5 كونتاكتس. فهلا بدي أعيد هاي التست كيس لكل هاي الكونتاكتس. فبدي اتركه يعمل رن. وبنرجع بنهايته لما يخلص.
فالهيك المفروض هو بآخر تيست كيس أو تو تيست كيسز عم بضيف الكونتاكت رقم 7. فهيك زي ما شفتوا هو خلص التيست وراح يحكي لنا انه في عمل ران ل 15 تيست كيس، 3 منهم كان فيل. فهذا الفيل انا متأكد انه له علاقة باليو ار ال وبالشغلات التانية، فخلينا نطلع نشوف شو الايرورز بالضبط. عن طريق المافن نقدر نشوف لوج ان بيج نو سوتش اليمنت ان ايبل تو لوكيت التايتل نوت كوركت، فتوقعت. فخليني ارجع انا على الموقع تاعنا الكلاسيك فري سي ار ام بي ار او. لو اجي اعمل انسبكت، او مش الانسبكت، خليني اسكرها، بدي احط الفيو بيج سورس. في عنا التايتل، هذا التايتل كلياته اتغير، فخليني اعمل له كوبي وارجع على الكود. فاحنا حكينا هاي باللوج ان بيج، في عنا تيست انه نشيك تايتل، فالتايتل تاعنا هو تغير من هذا الاشي لهذا الاشي، فالمفروض انه يحلها. ثاني اشي اليو ار ال تشيك، احنا اليو ار ال تاعيتنا حكينا تغيرت لا هاي، فبنيجي على التست كيس ونغير اليو ار ال القديمة لليو ار ال هاي. شوفي كمان شغلات تغيرت، اللوجو شوف احنا كان السورس تاعنا، فهلا بدنا نغير السورس لكلاسيك دوت سي ار ام بي ار او. لو نيجي على اللوجو تيست، احنا استخدمنا الاكس باث يوزر نيم لوجو تيست الاكس باث. هلا السورس هذا كلياته تغير ل هذا الاشي، خليني اتاكد السورس، نعمل كوبي لهذا الاشي بدل الاشي القديم ونحطه هون، اتاكد مرة ثانية. فهلا هدول هم الثلاثة ايرورز اللي كانوا موجودين عندنا، التغيرات اللي كانت من الموقع القديم للموقع الجديد اللي هي التايتل الموجود هون واليو ار ال واللوجو هاي. فهلا هيك احنا تأكدنا وانا متأكد انه تحويل او انه حولنا احنا الابليكيشن تاعنا من جافا لميفن، الامور شغالة تمام. كمان تحويلتنا من الموقع القديم اليو ار ال القديم لليو ار ال الجديد برضو كمان امورنا فيه بالسليم. فهذا الفيديو تاع اليوم، ويعطيكم ألف عافية.